تتزايد أعداد ضحايا الواقع الطبي والاجتماعي الأليم في لبنان وسط انكشاف صحي تام يعانيه اللبنانيون في ظل تدهور المستوى المعيشي وارتفاع معدلات الفقر وتخطي سعر صرف الدولار للتسعة عشر ألف ليرة. فباستثناء من تأمن لديهم الدولار توصد أبواب المستشفيات أمام المرضى حتى المؤمنين والمشمولين بتغطية المؤسسات الضامنة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبابة العسكرية. وباتت عملية دخول اللبنانيين إلى المستشفيات أمر بالغ الصعوبة، حيث ترفض المؤسسات الطبية بشكل عام دخول المشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي والذي يتخطى عددهم 1,200,000 مواطن، بينما تقبل أعداد ضئيلة منهم في الحالات شديدة الحرج، وترفض بعض المستشفيات كذلك استقبال المضمونين إلا في حالة موافقة المريض على سداد فارق الفاتورة نقداً. هذا وتتمنع المستشفيات الخاصة عن استقبال المضمونين من قبل المؤسسة العسكرية، حيث أن فواتير الجهات الضامنة تعتمد سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في حين أن المستشفيات الخاصة تفرض سداد فواتيرها وفق سعر صرف دولار السوق السوداء. والمرضى المؤمنين بموجب بوالص تأمين خاصة فهم ملزمون بسداد فارق فواتيرهم بما يتناسب والعملة التي سددوا بها بوالصهم، ووحده من يسدد ثمن البوليصة بالدولار تتم تغطيته صحيا بالكامل من دون سداد أي فوارق على الفاتورة. كما تتزايد الضغوط المالية على المستشفيات التي تشتري مستلزماتها وفق سعر الصرف في السوق الموازي، في حين ما زالت الجهات الرسمية الضامنة تعمل وفق سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار، ومن غير الواضح إن كان سيتم تعديل التعريفات الاستشفائية وتوحيدها أم لا.